السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أجواء حارة نسبيا وغامة جزئيا والرياح خفيفة إلى معتدل السرعة، وإن شاء الله فرص الأمطار تبدأ من مساء الغد حتى يوم السبت مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق، وأيضا متوقع أن تقل مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق. نتعرف على تفاصيل أكثر. الطقس الحالي في مدينة الكويت أجواء غامة جزئيا ورياح شرقية سرعتها 7 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 28 درجة مئوية، رطوبة نسبية 42% بالنسبة للرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو. صورة الأقمار الصناعية توضح عبور وبعض السحب المتفرقة، وأيضا تتأثر دولة الكويت بامتداد منخفض جوي ضعيف، متوقع أن يتعمق هذا المنخفض مساء الغد وتكاثر السحب المنخفضة المتوسطة على دولة الكويت، وأيضا فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. الليلة طقس معتدل والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة متوقع في منتصف هذه الليلة قد تصل إلى 22 درجة مئوية خاصة على المناطق الساحلية. بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالم شقاية قد تصل إلى 19 درجة مئوية. في مساء الغد أجواء حارة نسبيا، وأيضا تحول الرياح إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدل السرعة، قد تنشط على فترات تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة الكويت 30 درجة مئوية. بالنسبة لجزرنا الشمالية فيليتا وبوبيان وأربا متفاوتة ما بين 26 إلى 33 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 1 إلى 4 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي، مدينة الكويت موعد أذان الفجر في الساعة 3:58 دقيقة، شروق الشمس الساعة 25 دقيقة، أما غروب الشمس الساعة 6:15 دقيقة. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله ابتداء من مساء الغد حتى يوم السبت فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، وأيضا نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق وتقل معها مدى الرؤية الأفقية. ودرجات الحرارة المتوقعة متفاوتة ما بين 31 إلى 34 درجة مئوية العظمى، بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 19 إلى 22 درجة مئوية. يومي الأحد والاثنين اعتدال في الطقس، أجواء حارة نسبيا نهارا ولكن راح تكون معتدلة ليلا، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة متفاوتة ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية. وأيضا اعتدال في الرياح الجنوبية الشرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة. عودة لفرص الأمطار إن شاء الله يوم الثلاثاء قد تكون رعدية أحيانا، وأيضا نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق. ودرجات الحرارة العظمى أعزائي المشاهدين في معدلاتها الطبيعية قد تصل العظمى إلى 32 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى 21 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.